كان المرافعات ديال الدفاع ديال الطرف المدني خصوص التعقيب على الدفوع الشكليه وتقديم الطلبات الاوليه ديالهم. كان بدا المرافعه الاستاذ حاجي هو اللي بدا المرافعه وناقش بعض الدفوع اللي تمسكنا بها، وانه يعني في المرافعه ديالو كان يعني هو يعيد قراءه وقائع القضيه. كان واحد شويه التجاوز، كان وصف المتهم بواحد الوصف اللي انا بلا ما نقولوا هذا الوصف، هذا المتهم طار ومنتفض، وطلب من المحكمه انها باش تنبه السيد حاجي انها باش ما يسيئش ليه. هذا الشيء اللي وقع، انا ما بغيتش نقول شنو اللي قال ولا شنو همزو، ولكن الواقع كانت. ولكن السيد الرئيس انه نبه السيد حاجي باش يلتزم في المرافعه ديالو بالضوابط المهنيه وهذا، ويحترم المتهم لانه راه كاين قضية البراءة مازال بارئ تثبت الإدانة ديالو. كان تقدموا بمجموعة من الدفوع، وكانت الأستاذة إدريسي تقدمت بشي طلبات أولية، كانت تقدمت بملتمس ديال عرض الضحايا المفترضات على خبرات طبية ونفسية وجسدية. احنا ما عرفناش هذا الملتمس شنو الاساس ديالو، تقول بانه من اجل تحديد نسبه العجز ديالاش الله اعلم، لانه حنايا كما نعلم انه غير بالنسبه للقضايا ديال السير وديال التعويض عن حوايج الشغل، ومن كتكون فيهم تحديد نسبه العجز علاش غيحددوا النسبه الله اعلم. تقدموا كذلك بملتمس ديال انتداب شي مساعده اجتماعيه من اجل اعداد تقرير حول الوضعيه الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه ديال الضحايا. حنا ما عرفنا شنو هو الاساس ديال هذا الملتمس وشنو السند ديالو القانوني، لانه كما نعلم ان المحكمه تبت فيما يعرض عليها من حجج وما هو موجود بين ايديها بمحضر ديال الضوابط القضائيه باش نطلبوا منها باش تصحح لنا حجه وباش ان المحكمه تصحح لنا حجه الاطراف، هذا غير مقبول. يعني مساله يعني معروفه هذه، احنا ما غاديش من بديهيات ديال سميتو ديال التقاضي انه ما يمكنش تطلب المحكمه ان تصنعك حجه، هذه نقطه. الدفاع كانوا بداو كيناقشوا المساله ديال الملتمس تقدمنا به حنايا ديال ملتمس ديال بطلان 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 المتابعه لعدم احاله الملف على قضيه التحقيق، باعتبار ان التهم الموجهه ل 26 والافعال اللي موجهه له كاين واحد الفعل اللي العقوبه كتصل فيه 30 سنه. حنايا في خصوص هذه النقطه هذه غير باش نوضحوا، لانه كثر في الكلام بزاف هذه النقطه هذه، لا من النيابه العامه ولا من الدفاع ديال الطرف المدني. حنا الملتمس ديالنا كان واضح، حنا لم نلتمس ظرف التشديد للموكل ديالنا، هذه مساله واضحه. ما يمكنش انا كمحامي نلتمس للموكل ديالي ظرف التشديد. حنا قلنا مادام انه النيابه العامه لم تقم باحاله مفعل التحقيق والامر يتعلق بتهم فيها العقوبه 30 سنه من سيدنا امراه حامل، فانه بطلان المتابعه. هذا هو الاساس اللي تقدمنا به، لا لم نتقدم ولا نطلب من المحكمه ان ترفع العقوبه 30 سنه، ما تقدمش بدل الملتمس عباد الله. هذا خطير كيتقال وكيتعاود تقال في المرافعه ديال النيابه العامه والمرافعه ديال الدفاع ديال الاطراف المدنيه، كيتقال هذا الشيء، يقول بان حنا قلنا للمحكمه رفعي العقوبه 30 سنه، حنا ما قلناش هذا الشيء. قلنا ما دام ان النيابه العامه لم تقم باحاله مفعل التحقيق، حنا كنلتمسوا بطلان المتابعه وكيف؟ ماشي حنا قلنا، حنا ما قلناش لهم، حنا لم نقل انا مش رفعوا العقوبه، راه هذه مسائل من لا يقبلوا العقل. واش غادي نلتمسوا الموكل ديالنا رفع العقوبه؟ حشومه هادشي ناوي تقال. ويقول لك بانه هو نحن انا الدفاع، انا نفهموا الاستراتيجيه ديال الدفاع وما شغلكمش فينا حنايا، ما شغل حتى شي واحد. حنا الخطه اللي حنا بغينا نمشوا فيها كدفاع ما شغل حتى شي واحد فينا حنايا يقيم العمل ديالنا. حنا لا نرضى نقيم شو عمل شي واحد الدفاع ديالنا، او لا نرضى انه مهنيا ممنوع علينا نقيموا العمل ديال الزملاء ديالنا، ولكن حشومه هادشي تمادوا فيه بزاف. اللي يخرج كيما يقول لك لا، وحنا الدفاع الخطه اللي مشاو فيها استراتيجيه ما خاصش خاصهم، ما شغلكمش فينا، ما سوقش شي واحد فينا حنا كيما بغى يكون. يقول لي هذه مخالفه مهنيه، كلام فارغ، هذا كلام فارغ. واش بغى يرهبونا؟ حنا ما يمكنش يرهبونا، حنا هادشي كنقوموا بالتشهر مع الموكل ديالنا، حنا نتخابروا معاه وفي الزياره كنزورو كنتخابرو معاه، واي نقطه كنبغيو حنايا اننا نقوموا بها الا بالموافقه ديال الموكل ديالنا. هذه مساله واضحه، ما نبقاوش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.